بيجيب بيها حجة مزورة من الأوقاف. نجيب بيها حجة مزورة من الأوقاف؟ أيوة، والحجة دي لازم تكون في إيدينا قبل ما هننفذ اللي أنا هقولك عليه واللي أنا مرتبه يا أبو يوسف. هو في الواد من الحصري بيشتغل في الأوقاف ومتهيألي ممكن نشتريه. هايل، برافو عليك. نيجي بقى لشكة الدبوس اللي هتجيب لنا الدكية. اللي هي ايه؟ وجالك برنار بنفسه لحد هنا؟ انت لسه هتقعد؟ اجري انت يا ابن الحصر بتاع الاوقاف. طب وده محتاجينه في ايه بالظبط؟ عايزين نعمل شوية ورق. مش لما تتم الخطة اللي رسمها لك برنار الاول؟ يا ابني فهمني، لازم نبقى جاهزين بالورق. بس ده هيفاجئ سعد وعثمان مع بعض. الله، واحنا مالنا ما يتفاجئوا؟ اللي هيحصل هيبان حقيقي. احنا مالنا بقى؟ اجري يا ابني، اجري بقى عند ابن الحصر دلوقتي. الله، انت لسه هتسالني؟ حاضر. السلام عليكم يا عم جاب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جبت لك لقمة عاملاها في القهوة. ها، قابلت سعد؟ قابلته، والمقابلة ما ريحتنيش ولا ريحته. كده؟ واللي اسمه يوسف كان معاكم؟ أيوه، ليه؟ أبداً، أصلي لسه شايفاه في الرابع، كان بيسأل على ابن الحصري. معقولة؟ معقولة عايزني أنا أزور حجة يا عم يعقوب؟ تزور إيه يا علي فندي؟ مفيش تزوير ولا حاجة. الحجة هي يا سيدي، وحقنا في التجية متسجل فيها، بس هي زي ما تقول كده ادمك شوية شوية. قرب اللمبة يا يوسف، قرب اللمبة. طول عمري ما كدبتش على حد في الحارة، يشهد ربنا ويشهد أبوك إن طول عمري معاكوا صادق وبخدمكم. أيوة، بس دي التكية فيها دراويش، هيروحوا فين دول؟ يا سيدي الدراويش على راسنا من فوق. بس دي الهانم اللي بتحميهم. يبقى تدينا حقنا، زي ما بياخدوا ايجار من كل الناس ناخد احنا كمان ايجار منهم. بصراحة كده التكية دي عاملة قلق برضو للحكومة. ازاي يا علي فندي؟ البيل مأمور طلب مني اني اخش التكية واعرف له اخبار واحد هربان كده. ما هو ده خليسي. انت تعرفه؟ ايه اللي اعرفه؟ ده موجود في التكية فعلا. طيب ما حس كده بقى، ما تروح انت تبلغ المأمور وتعفيني انا من المهمة دي. هنينا يا سعالي، هعتبر الموضوع مقضي، بس انا عايز منك وعد. ورقة قديمة عليها سطرين وختم الاوقاف. وليك عندي هدية كبيرة على فندي من سعد بيه نفسه. ولابوك كمان يا يوسف، الحصر ابن حلال ويستاهل تخدموه في اللي هيحصل في الحارة. هو ايه بقى اللي هيحصل في الحارة؟ ما دام هنحط ايدينا في ايدين بعض. ايوه، من حقك تعرف. بس كأنك ما سمعتش حاجة. هو مش عم جاد كان هيقابل بيه وكان المفروض ان هو هيقوله على كل حاجة؟ اللي هيحصل ده في دماغ سعد بيه وفي دماغي انا بس، وكونك ثقة من ناحية المأمور اكيد هتبقى محل ثقة عند سعد بيه. بس قبل ما نتكلم، عايز وعد منك ان الورقة اللي طلبتها تكون عندي يعني بعد بكرة بالكتير. يا أهل التكية، أنا إيه حكايتهم؟ دول الدراويش بيشموا زاد، ما طلعوش ليه؟ العلم علم الله يا سي يعقوب. طب استناني هنا. حاضر. الوقع على التكية، الوقع على التكية، اللي واقع على الأرض واللي بيطوح. استر يا رب، ده كولر، ده كولر.
سد الباب يا مرعب، اوعى حد يخرج، ده الحاره كلها تروح بدايه، اوعى حد يخرج. يا اهل الحاره، يا اهل الحاره، الوباء طار التكيه، يا اهل الحاره، الوباء طال التكيه، خدوا بالكم حاسبه. يعني ايه يا ابني ما جاش؟ الله يخليك، شوفوا لي بسرعه، لازم اشوفه. في ايه يا عقوب؟ كويس انك جيت. الحاره في كارثه، في كارثه، منظر مرعب مرعب مرعب. ابلع ريقك وفهمني في ايه. انا كنت بودي التموين للتكيه زي العاده كل شهر، لقيت منظر مرعب، الكل مرمي واقعين في الارض، وكل واحد فيهم قاطع النفس، وخايف لو واحد فيهم مش قاطع النفس وخرج من التكيه ممكن يعدي الحاره كلها، مش الحاره كلها وبس، يعدي مصر المحروسه كلها، الوباء يملى البلد. افضل اشوف بنفسي. لا لا مفيش داعي حضر المأمور، كده غلط. انت لو عملت كردون حوالين التكيه يبقى احسن، لحد الحكمة ما ييجوا يودهم الاستباليه. في وباء جوه التكيه، وافهموا ده كويس، يعني خطر، ممنوع حد يدخل او يقرب منها، اللي يخالف اضربه عليه نار. هو ايه اللي بيحصل يا درويش؟ احنا مش فاهمين حاجه يا مولانا، مش فاهمين. بيقولوا ان في وباء هنا يا مولانا، وبيقولوا ان احنا بنموت هنا. يبقى حلم يعقوب وابوه ورانا، لم روحكم من عند الباب وتعالوا هنا عندي. يلا امرك يا سيدي. ده في واحد منهم يا فندم شكله كده عايز يخرج. ارجع ببلاويك لجوه عندهم يا درويش، ارجع اضرب عليه، اضرب عيار تحصيل عسكري. العسكر محاوطين التكيه كانها حرب. انت بتقول ايه؟ مش فاهمه حاجه. بيقولوا وبا وبا وطالهم كلهم ورقدهم جوه التكيه. وبا وبا ياخد اللي بيقول كده؟ دول الدراويش دول زي الفل في اكلهم ولبسهم وشربهم، دي التكيه دي بتبرق على طول. الوبا قال وبا ايه يعني؟ امال الحكايه؟ لا وكتاب الله دي حكايه وراها لعبه، ولعبه منيله بنيله كمان. الوباء ينهشكم؟ عايزين الوباء يطول مصر المحروسه كلها؟ دي لعبه وسخه يا بيه. خرجوهم، خرجوا الدراويش بره قبل ما تقتلوهم من الخوف. يا شاكر عم جاد، شايف يا عم جاد؟ طول عمر الباشا عايز يمشيهم، طول عمره بيكرههم. العامله دي وراها عثمان. طب فين سعد؟ فين سعد او الهنم او اي حد يجي يخرجهم من هنا؟ فهمني بقى ايه اللي انت عملته ده يا عقوب يا حبيبي؟ عملته؟ انا شفت بعيني يا صاحبي. انا بتكلم عن اللعبه يا عقوب. لعبه ايه بس يا معلم؟ انت عايز اصدق يعني زي ما بلغني المامور ان في شرطه جت وسط الدراويش وكلتهم فجاه؟ امال المأمور بعت العساكر ليه هناك وعزل التكية يا معلم؟ انا ما سمعتش عن المأمور ده ان هو اهبل. بطل استهبال يا ابن يعقوب وقولولي اللعبة دي لحساب مين؟ جرالك يا راجل انت، واحنا لسه هنعرف بعض النهاردة. ما هو عشان نعرف بعض كويس يا يعقوب يبقى لازم انت رسيني على الدور عشان نظبط امورنا سوا وما نخبطش في بعض قدام عثمان باشا. واذا كان عثمان باشا بنفسه ما يعرفش اي حاجه عن الموضوع ده. الله حلو قوي. ابن يعقوب ناطق اهو، اتكلم وقول اللعبه لحساب مين بقى؟ ده انت طلعت اعقل من ابوك يا راجل. عبدون اللي حصل ده في مصلحتنا ومصلحتك. مصلحتك انا عارفها كويس، انت وابوك من زمان عينيكوا على التكيه، ارضوكوا وعظموكوا والهكس ده، انما انا ايه مصلحتي انا والباشا؟ خلاص يا ابويا ريحه، الحكايه دي يا معلم ما تخصش لا جدي ولا ابويا زي ما انت بتقول، المصلحه دي تخص سعد بيه نفسه. سعد بيه؟
ابن اخت الباشا. ليه مصلحة انه ياخد التكية؟ والمصلحة دي بعلم عثمان باشا نفسه. ومصلحة الباشا من مصلحتنا ومصلحتك عبدون. في وضع جديد جد، خلينا نحط ايدنا على الحارة. الحارة اللي شمتت في رجالتك لما اتطردوا، فهمت يا عبدون؟ بتخرف، لو عايز اطردهم كنت عملتها من زمان. يعني سعادتك ما امرتش سعد بيه يدبر طرد الدراويش؟ وضح اللي تقصده، هات من الاخر. اللي فهمته من نفسي ان الاتنين التعابين لعبوها لحسابهم، يعقوب وابنه. هما اصلهم فهموني ان دي اوامر سعد بيه، وما دام سعد بيه ما جابش الجلابه كثيره تبقى اللعبه لعبتهم. وكده بمزاجهم. وانت بقى عامل لي فيها شيخ حاره. ما وقفتش ده ليه يا عبدون؟ ما هو البين مامور اتدخل وعمل كردون حوالين التكيه، والواضح بقى ان هو عمل ده من غير ما يبلغ معاليك. الصوره كده بقت باينه قدام جنابك، وهو ده اللي يهمني. اللي باين قدام جنابي ان حضرتك بتحرضني ضد سعد ابن اختي وضد المأمور اللي انا جبته بعد ما مشيت رجالتك. انت بتقول ايه سعادتك؟ عبدون، انا وافقت انك تبقى شيخ حارة عشان تتابع اللي بيحصل ده من بدري. يعقوب لعب لعبة عشان التكية اللي بيحلم بيها من ايام ابوه، وحضرتك بقى تيجي تصدقها وتقول لي سعد اللي امر، وان المأمور بينفذ اوامره من ورايا، وتقول لي ده امتى؟ بعد ما كل شيء يتم. ده كلامهم، وانا اجيب يعقوب ويوسف قدام جنابك؟ انا اللي هجيبهم، ومش هيطولوا منها طوبه واحده. كل شيء في المكان هنا ملكي، بما فيها السبيل والتكيه وكل ربع وكل دكانه، والحجه اللي معايا بتقول كده. شوف يا عبدون، ما تدخلنيش في ألعاب تخصك. عايز تخلص من يعقوب، عايز تشل حركة سعد اللي طرد رجالتك واللي بيخدم مصالح العيلة وبيغير حال المكان زي ما أمرته. لكن لا، إلزم حدودك. أنا وافقت إنك تبقى شيخ حارة وتبقى هنا عشان مرض. إذا كنت عايز تلعبني بيها، أنا أقدر أخلي أمها اللي قلت عنها إنها ماتت تطلع من التربة وتاخد ورد وتعيش بعيد عننا أنا وإنت. فاهم؟ فاهم يا باشا، وسامحني. اللي حصل حصل. دلوقتي التكية فضيت، خلي سعد يستلمها عشان مشاريعنا. وإنت بقى شيخ الحارة عليك تتصل ببتوع الصحة، خليهم ييجوا ويبخروا التكية بعد ما يخرجوا منها الدراويش. ولا اقول لك يبخروا الحاره كلها؟ حاضر يا باشا. في ايه يا عثمان؟ يلا امشي يا عبدون. امرك يا باشا. ايه اللي بيحصل في الحاره؟ ما وراهمش غير الهم. انا شايفه كل الناس بتجري، في حاجه غريبه. درويشك يا هانم جابوا للحته الوبا. وبا؟ شوطه. شوطه وشطتهم كلهم. شوطه في التكيه؟ دي آخرة وجود البلاوي دول. جابوا مصيبة للحارة ويمكن لمصر بحالها لو الحكومة ما لحقتش نفسها. مستحيل مستحيل يا عثمان، الدراويش أنضف ما في الحارة. رجب، أمور يا هان، حضر لي العربية. استنى رجب، عربية إيه يا جولنار؟ أنا هروح أكشف الكذبة دي بنفسي. افهمي كلامي، بقولك ده وبا ممكن يطول أي حد يقرب من هناك. اجري ده لها يا عقوب، يقول لها اللي شافه عشان تصدق. اجري. امرك يا باشا. استنى يا رجب، انا مش عايزه يا عقوب، انا عايزه المأمور. المأمور اللي مسؤول عن الحته ومسؤول عن الحاره كلها. انا اسمع من المأمور، ما اسمعش من يا عقوب يا عثمان. بالراحة يا اخوانا، الحاجات دي ما تتعوضش. وانت جبتهم منين دول؟ مطبعجي ارماني دبرهم لي. فك من عندك. ولازمها تكون هنا كمان شويه.
سايبين باب المطرح مفتوح عشان ولاد الحرام يطبوا عليكم ولا ايه يا حبايب؟ ما هو ده كان عشان الضيف ده مطبع للمنشورات عم بحجاب كده. طب ايه رايك بقى، انا معايا ضيف احسن من المطبعه بتاعتك دي عزت بيه. مين؟ تعال يا ام هلال. ام هلال سلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا الابطال. يا هانم الضابط المسؤول راح وشاف المنظر من بره، وانا بنفسي رحت وندهت، محدش نطق، محدش ظهر منهم. رعبتوهم طبعا. اللي بيتكلم عنه ده معناه ان دي ناس بتموت، ناس في مكان معزول، ما تعرفش الوبا ابتدى وسطهم امتى ولا هيوصل معاهم لحد فين. ده وبا يا جلنار، وبا. وبا ايه ده يا باشا اللي بتتكلموا عنه؟ اسال راجل الحكومه يا سعد. يا سعد بيه، يعقوب افندي كان داخل التكيه بالتموين اللي بتبعته الهانم، خرج مرعوب من منظرهم. كذاب. وهيكذب ليه؟ لازم حد يروح ويتاكد، في دكاتره وفي سبيتاليه. بلغنا يا هانم وفي انتظار حضورهم. انا على طول بقول ان يعقوب كذاب وعنده غرض في نفسه. انا بكلمش عن يعقوب. ممكن يا كل نار تطلعي فوق وتسيبينا نشوف هنحل المصيبه دي ازاي. لا يا عثمان، مش هطلع فوق غير لما افهم. الصحه هتيجي وترحلهم من الحاره خالص يا هانم، ده خلاصه الامر. وانا لازم اضمن تامين الحاره والسرايا ساعه ترحيلهم. سعد. سابنا وراح فين ده؟ سعد اكيد عارف حاجه عن اللي بيحصل ده، لكن كل اللي اتقال قدامي ده كده. هضطر امر بضرب النار اذا ما مشيتوش من هنا. استعد يا عسكري. بالراحه عادي، هما مش فاهمين ان هما بيضيعوا نفسهم. اسمعوني كلكم، وقفكوا هنا خطر. يا بيه، ما هو لو في عدوى اصلا يا بيه هتطلنا هنا ولا في بيوتنا، لكن هو في الاصل مفيش. انا لسه ما كملتش كلامي. واللي بيقوله الولد ده غلط. في وباء وفي عدوى ممكن تطول الكل. احنا دلوقتي في انتظار الصحه والمبخراتيه. الصحه هتنقل الدراويش بره الحته كلها، والمبخراتيه هتطهر التكيه. هيطهروها منهم برضه يا بيه؟ من الوباء يا حمار. الحته كلها هتتطهر، بيوت ودكاكين حتى قصر الباشا. وعليه هتنفذوا اللي هقوله دلوقتي، من هنا لحد الحته كلها ما تتطهر في حظر تجول. هنتحبس في بيوتنا كمان؟ حرام عليك. ما تنسوش ان احنا اصلا في ايام حرب وفي احكام عرفيه، يعني ممكن امر بضربكم فورا لو عليتوا عقلكم ما نفذتوش. مشيهم يا عسكري. لا، يمشوا لوحدهم. وهعد من واحد لعشرة. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة. خرجة فين؟ على وصول يا بيه. يا صباح الفل والياسمين على الشبان الحلوين. مش ولاد البلد بيقولوا كده؟ ايه اللي عملته ده برنار؟ بس ايه ده، في ايه يا زكي؟ تمر يا خواجة. اعمل لنا اتنين قهوة. الظاهر ان سعد بيه جالنا من غير استباحة ومزاجه مش رايق. حاضر. رد عليا يا بالنار. هو مش الكولونيل بعت المطلوب ولا لا؟ انا بتكلم عن التكايه ولعبه يعقوب يا برنار. ده اتفاق يا حبيبي، ولا انت من النوع اللي بيرجعوا في كلامهم وانا ما اعرفش؟ انا ما ارجعش في كلام يا برنار، بس كمان ما احبش حد يلعب في اتفاقه معايا. احنا اتفقنا ان مفيش حاجه تتم في التكايه من ورا ظهري، واللي حصل ده اتفاق بينك وبين يعقوب وتم من ورا ظهري يا خواجه. عجيبة يا راجل، يا اللي بتعرف الدواهي من الرجال الإنجليز. يا خريج كامبريدج عايز تحط نفسك في الصورة القذرة ده؟ دي شغلانة ما يعملهاش غير الرمم اللي زي يعقوب. يبقى كلامي صح، يبقى
فانت اللي مرتب ليعقوب وتلاقيه كمان مشغل فيها سكرتيري يوسف ابنه. لا 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 ما تظلمش الولد حرام. انا كان اتفاقي مع الزباله يعقوب حتى لو كان ابنه رمه زي ابوه، انما في الحته دي ما نظلمهوش، هو براء. طبعا عشان تعرف بقى ان الموضوع ده غلط، اتفاقنا مش هيتحقق يا برنار، التكيه مش هتكون ليكوا. تهديد ده ولا عقاب ولا؟ انا بتكلم عن الباشا، اصل هو كمان ما بيحبش حاجه تتم من ورا ظهره، وهو حس ان دي لعبه من يعقوب لانه عارف طمعه في التكيه، فقرر انه لا هيسمح له ولا لغيره انه يدخلوا التكيه. شفت بقى نتيجه تسرعك يا حبيبي كده؟ عشان كده انا قلت من الاول مفيش حاجه تتم من ورا ظهري. الله، وايش عرفوا ان هي لعبه؟ انا مرتب الحكايه مع الداخليه والصحه، ويعقوب نفذ المطلوب كما يجب. ايه اللي قلقك قوي من ناحيه خالك عثمان؟ يبقى انت ما تعرفش عثمان باشا يا برنار. خلاص نعرفه، عرفني عليه. هو مش عارف انك انت شغال ومتابع مشاريع، وعارف ان انا واحد من الرجال اللي بيقفوا جنب منك؟ وعايز ايه بقى من التعرف ده؟ عايز أأمنك من ناحيته عشان تطمن. ده انا بروض وحوش، بروض الجن الازرق. مش هعرف اروض عثمان ابن خليل ابن التتونج بتاع الخديوي، يعني حامل نعاله. بلاش السكه دي يا برنار. بلاش السكه دي، يعني بلاش كمان احكي لك ازاي هو اتجوز واحده فلاحه مصريه ولا جوازته التانيه من التركيه اللي كانت بتكرهه عمى، ولا حكايات عثمان. حكايات عثمان مع النسوان. برنار ملوش لازمه تقل ادبك. اسمع، انا بكلمك بجد دلوقتي، انت داخل على شغل من العيار التقيل، ولو قعدت تدق على الهيفة والمليانة مش هتنفع يا سعد. ده ايه بقى؟ تهديد؟ ابدا، بنورك. طب انا بقى لا عايزك تنورني ولا عايزك تفكرني، انا عارف انا بعمل ايه كويس يا برنار، واللي نتفق عليه تحترمه، ودي اخر مرة. الله استنى، الله ما تبقاش حماي كده. اسمع، انا ما قابلتش خالك عثمان، لكن اعرف ما دخله كويس، اعرف طبعه كويس، وانا الوحيد اللي ممكن اظبطه معاك عشان نشتغل برواقة. الحمد لله، باين على وشك انك قدرت تفهمني في الاخر. طب ويوسف؟ خدامك، ولو فكر يوسف ده يلعب بدينه من وراك هيضرني انا قبل ما يضرك انت. مصدق دي ولا مش مصدقها؟ ماشي يا برنار، ماشي. اوصل السرايا. وكلام المأمور لخبطنا، خلانا نصدق انها بصحيح شوطه وهتشوطنا كلنا. بسم الله الحفيظ. سعدون، انت جاي من التكيه على هنا على طول؟ تعال تعال يا سعدون ادخل. انت صحيح صدقتي كلام المأمور؟ ايوه كدب كدب، انا كنت متاكد من كده. ده بيتكلم عن يعقوب. ايوه هو اللي عامل اللعبه دي الخسيس. وهننجدهم ازاي يا سعدون اذا كان منع الخروج عن الكل؟ سعد، ما انا كنت عايز اوصل له او اوصل للهانم. ولاد الابلسه،
هنعمل ايه يا عم جاد؟ انت يا عم انت استنى، انت يا عم انت استنى. في ايه يا اخوانا؟ ده انا علي افندي. علي افندي؟ ارد افندي ممنوع. ارد افندي؟ تصدق عيب عليك، ده انا صاحب جناب المأمور. نعم يا اخويا. سيبه عسكري ده تبعنا. تعالى علي. ايه اللي خرجك دلوقتي يا علي؟ قولي بس انت يا معلم، ايه اللي بيحصل ده؟ هو ابوك ما قالكش لسه لما رجعت من الشغل؟ لا قالي، بس انا ما كنتش متخيل ان الموضوع يوصل للدرجات دي. حظر تجول؟ ما طبعا. الله، مش فره هتولع في الحته وممكن تطلع على البلد كلها. اقعد. حاضر. قلت لي انك جاي من بيتكم مش كده؟ ايوه طبعا طبعا. وازاي بقى يعني تخرج من بيتكم دلوقتي وانت عارف ان في حظر التجول؟ الله، ده انت راجل موظف ميري ومتعلم ومتنور. ابدا يا معلم، انا قلت اوصل لغايه يعقوب ابنه عشان كان في حساب بينه وبين ابويا، يعني رهن قديم كده. وعايزنا نبقى نسايب يا علي. ايه يا معلم، انت مش مصدقني ولا ايه؟ كنت رايح ليعقوب ليه يا علي؟ الله، ما انا قلت لك يا معلم كده بقى. لا هنبقى نسايب ولا عايز اعرفك خالص، وهبلغ عنك المأمور عشان الراجل مش شغالك ومستأمنك وانت بتشتغل من وراه مع التعبان يعقوب. في الاخر هتيجي على دماغك وعلى دماغ ابوك الحوصري. عسكري ارجع يا ابني، ارجع ابعد. ايه يا معلم، صبرك عليا شوية. انا كنت هقولك في الاول بس قلت يعني انها بسيطة، انما بعد كده لقيتها مصيبة. ما كنتش متصور ان الحجة اللي طلبوها مني من الاوقاف وراها لعبة زي دي. حجة التكية أوانطة ليه يا علي؟ ما انت عارف يا معلم ان يعقوب كان دايما بيسلف ابويا علشان موضوع العلام بتاعي ده، وبعدين قالولي ان سعد بيبي نفسه تهمه قوي الحكاية دي تتم. بقى كده سعد بيه. وانت بقى جبتها و و و و و و وخدوها؟ لا والله فالح، عشان كده يعقوب عملها بقلب جامد وطلع الدراويش عندهم طاعون ولا هي كوليرا. ودي لعبة صح؟ انت لسه بتسألني؟ طبعا انت رايح تاخد حقك مش كده؟ حقي؟ جريالة انت عبيط ولا بريالة؟ ما انت لازم تاخد حقك، يا اما تقول لهم بقى هفضحكوا. ما انت هتدفع مهر ورد ازاي؟ مهر ورد يا معلم؟ ومهرها غالي. الناس دي نايمة على شويلة فلوس. أفهمك ولا فهمت خلاص؟ ما تردش، ما تفتحش. دي تالت مرة يبعتولنا من السراي ويمكن سعد اللي يكون باعت يا عم يعقوب. أقول لك ما تفتحش، ما تردش. افتحوا، أنا علي القصر. ده علي. جبتها يا علي؟ هي ايه؟ هي ايه؟ حجة التكية يا حبيبي. واروح في داهية صح؟ اقفل الباب، اقفل الباب يا يوسف ورقعها حاجة عشان ما يجيش بالسوق. اوعى حد فيكم يمد ايده، عبدون عارف اني انا هنا. عبدون عارف انك هنا؟ وما سألكش انت طالع ليه؟ سألني طبعا، قلت له دي رهنية كده بفكها. ويصدقك يا علي؟ طبعا لازم يصدقني، عبدون عارف اني مسلوب من البين مأمور، بس انتوا كده نيتكوا على الشر بانت. ما انت خلفت وعدك يا علي يا حبيبي، ده ما كانش عشم فيك يا راجل. وعدي كان هبل بقى بالذمه، في حد يعمل خدمه كبيره زي دي ببلاش كده؟ وما قلتش ليه من الاول يا حبيبي؟ كنت فاكرها حته خدمه عبيطه، حته ورقه، انما طلعت لعبه كبيره ودراويش غلابه هيترموا في الاستباليه لحد ما يموتوا. والخلاصه يا سي علي؟ اخد حقي. حقك كام يا علي؟ يعني ايه مش لاقيه لحد دلوقتي؟ دي رابع مره روح سعادتك ومحدش بيرد. طب وابنه؟ خطفته العفاريت هو الاخر ولا جه وبا خدهم هما الاثنين؟ يمكن يوسف ابنه مع سعد بيه يا باشا. اهو سعد ويوسف مش معاه. يوسف هو ما جاش سال عليه هنا؟ لا ظهر لا هو ولا ابوه. رحت فين وسبتني يا سعد؟ انا انت ايه؟ تعال يا سعد انا عايزك. مش شايفاني بكلمه؟
يبقى كلمه بعدين يا عثمان. هتقولي له ايه يعني يا جلنار؟ هتقولي له يروح التكية ويضيع نفسه زي ما كنت هتضيعي نفسك؟ خليك في يعقوب اللي بتدور عليه. تعال يا سعد انا عايزاك. انا اذنك يا باشا. ادخل. اقفل الباب يا سعد. ايه الحقيقة بقى؟ عايز تنفذ كل مشاريعك على حساب اي شيء، على حساب اي حد، حتى لو كان الحد ده الدراويش اللي ربوك؟ لو تعرفي اي حاجة المفروض تعلنيها دلوقتي. ريحيني. سبق وسألتني وانا رديت عليك معرفش حاجة، مقدرش. لو عايز تعرف هما يقدروا يقولوا لك. هما؟ الدراويش عارفين انا مين؟ المفروض انك ترد لهم جميل ان هم ربوك حتى لو ما يعرفوش اصلك. شكل حضرتك انت كمان عارفه. ليه تعملي فيها كده؟ اخر حاجه تصورها انك تفسدي كل الخير اللي قدمتيه لي وتسيبي جواه السؤال يعذبني. انا قدمت لك كل اللي اقدر عليه، انت رفضت. انت عايز تكون صوره زي عثمان، عايز تحقق كل امالك وطموحك باي ثمن. ايه فايده انك تعرف الحقيقه اللي هتدمرك؟ تدمرني؟ كان غرضي خير، اتقلب كله شر. شر طال كل اللي حبيتهم، حتى الشيخ وناسه. ايه فايده ان انا اقول الحقيقه لواحد جاحد؟ عايز الحقيقه؟ روح له. استنى يا سعد، شكرا بعتت لي جواب ما كانش المفروض تشوفه. خد اقراه يمكن تفهم منه حاجة. وما كنت أقبل أن أتركك وحدك وسطهم لحظة وأعرف معنى هذا الفراق بالنسبة لك، ولكن الأمر قد صار فوق طاقتي، فما كنت أتصور سعد بهذه القسوة. وأسأل، هل كان يدرك ما يفعله؟ إنه يجلدني بوحشية. هل كان حقا لا يعرف قدر محبتنا إياه وخوفنا عليه من سوء ما يفعل؟ لولاك يا خالتي ما تحملت هذا الإذلال وتلك القسوة من قلب صار لا يعرف للرحمة طريقة، فكيف له أن يعرف للحب معا؟ فعلا ليها حق، بس هي برضو ما خطرش في بالها السؤال المخيف. أنا مين؟ لعبة وسخة لعبها يا يعقوب، ما هم عينيهم على التكية من زمان، بس الكل بيلعب. يعني ايه؟ انا قلت للباشا عمل نفسه مش عارف حاجة مع ان كله في كرشه وهياخدها من يعقوب. هو عايز يخش اللعبة بس من ورايا. يعني الدراويش مش عينين ولا حاجة؟ عينين ده ايه؟ ده العيا ممكن يطول الحارب اللي فيها من وسختهم وفقرهم، انما التكية بعيد زيها زي السرايا. يا ولاد الايه؟ حتى الدرويش؟ انا لازم ابلغ البوليس. شوف الهبل بقى، تبلغ البوليس ده ايه؟ خليهم يلعبوا مع بعض ويوروني. البوليس خدامه بس. ما يابا انا مش هقف اتفرج، انا هبلغ عن يعقوب وهفضحه في كل حته. وتحط نفسك في سكتهم ليه؟ انت مالك؟ انت بنت شيخ الحاره. ما هو شيخ الحاره مكسور خاطره علشان ما تعزمش على اللعبه، لكن انا ماليش مصلحه، هفضحهم. مين؟ انا علي. هو ايه اللي جابه ده كمان؟ دي رجله مقطوعه من حته يابا. بطلي تغلسي عليه بقى واهدي.
عملت اللي قلت لك عليه؟ حصل. لا شيخ، بس دخلني الاول يا معلم. اقفل الباب وتعال ورايا. حاضر. جنيهات دهب؟ ده مهر ورد يا معلم. وكل ده خدته من يعقوب؟ وكل ده الورد. طب امسك، خد دول، جاهز بيهم مطرح كويس بس بعيد عن الحتة دي. حق. تتكلموا في ايه؟ وايه الدهب ده كله؟ ده مهرك يا عروسة، دهب ما يقدموش الباشا نفسه. مهرنا؟ لو تقلوك كلك كده على بعضك دهب اقول يفتح الله. ورد؟ ده عريس ما يلزمنيش ولا الجواز من اصله. انت رايحة فين؟ الخروج ممنوع يا ورد. ابقى خليهم يحبسوني. بيبخروا يبقوا نخرج من هنا. مش كانوا مانعنا علشان كده؟ انا بقى هروح اجرسهم في التكايه كلها. ابوكي مش هيسيبك. ما هو بعتلي 100 مره وانا ما روحتش. ايوه بس عند التكايه. لا هيطولك يا ورد، سيبينا احنا نجرسهم بقى. بدل مبخروا بقى نبقى نطلع، بدل ما روحنا تطلع. يلا يلا. بصيت من بعيد ما قربتش. عموما بعد شويه هنبتدي ننقلهم لما يجهزوا العربيه. شايف يا دكتور؟ الناس لسه بتتلم على باب التكايه. لازم برضو يفضلوا بعيد برغم تبخير الحاره. ده سعد بيه ابن اخت الباشا. سعد بيه، سعد بيه. كده خطر، كده خطر يا اخ، يا اخينا. ده سعد بيه دخل جوه، هيكتشف انها لعبه. عشان كده دخل؟ ايوه، امال هيخطر بنفسه ليه؟ انتوا مش عيادين؟ انتوا مش عيادين؟ انتوا مش عيادين؟ فين الشيخ؟ اللي كده ما صدقوهاش والا سنين السكينة حضيهم والرعب حياكلكم في دنياكم. انت سعد؟ ايوه يا شيخ، ايوه كده. بس انا برضو كده. قولي عشان ألحق نفسي وألحقهم. أنا مين؟ أنا مين يا شيخ؟ أنتوا مش عيانين؟ فين الشيخ؟ اللي كده ما صدقوهاش وإلا سنين السكينة حضيهم والرعب حياكلكم في دنياكم. انت سعد؟ ايوه شيخ، ايوه كده. بس انا برضو كده. قولي عشان ألحق نفسي وألحقهم. أنا مين؟ أنا مين يا شيخ؟ أخيرا جيت لأهلك تسألهم. أنت تعرف أهلي؟ أنا ابن مين يا شيخ؟ أنت اللي مش عاوز
تعرف انت من بدري بتهرب. انا بترجاك ارجوك ارجوك قول لي انا جيت لكم منين. خليهم يدفنوني هنا يدفنوني هنا. ايه اللي دخل سعد بيه جوه يا عدل؟ ما لحقناش نمنعه يا فندم. سعد بيه؟ يا سعد بيه؟ ده كلام برضه سعادتك؟ ده وباء. وباء؟ الشيخ مات. سيبهم يدفنوه جوه. نقدر ننقلهم للاتوبيس؟ مش بيقول لك بيدفنوه يا بني ادم؟ الشيخ بتاعهم مات. قتلوه. ده مات من حسرته. مين البنت دي يا عدل؟ مش بنت عبدون؟ الشيخ الليثي مات يا ولاد. رجب أمرك يا باشا. هو سعد بيه رجع ولا لا؟ وصلوا يا باشا. انت ايه اللي عملته يا سعد؟ انت كنت جوه التكية المأمورة لي وفيها ايه؟ حضرتك عارف. عارف ايه؟ خلاص هيفضوها هيحولوهم على اي سبيتاليا مورستاني. ويعقوب؟ يعقوب مش هيظهر لما كل حاجة تتم. تقصد ايه؟ هو انا اللي هعرفك عن يعقوب؟ ولا يوسف اللي بعت يقعد معايا في لندن سنين بأمرك؟ عموما الراجل مات. راجل مين؟ الشيخ الليثي يا سعد. ايوه. ما لحقتش اساله. هتسال الراجل ده عن ايه؟ حلم. حلم يا باشا. ووالدتي جولنار هانم قالت ان هو الوحيد اللي يقدر يفسره. مش كده يا امي؟ بعد اذنك يا خالي محتاجه ابعد شويه عن جو الحر. بعد اذنك. يا عقوب افندي وصل يا باشا. اخيرا وصل. صاحبك وحبيبك مات. مات اللي ربى سعد مات. الشيخ اللي زي مات يا سعد مات.
بطل لف ودوران. وانا عمري كتبت عليك يا سيدنا؟ عمري في حياتي؟ ده انا ايدك وعينك اللي بتشوف دبة النملة اللي بتحصل في الحارة. مدام كده قول لي الحقيقة اللي شافتها عيني بقى. الحقيقة هو اللي انا قلته بس، لكن المنظر ده انا مش عايز افتكره، مش عايز افتكره. هتفتكره يا عقوب، ما تنرفزنيش. يا سيدنا، يا سيدنا الكبير، الدراويش دول يهموك في ايه؟ دول كانوا هم على قلبنا ونزاه، وخليل باشا الله يرحمه وساعتك من بعده نفسكوا نخلص منهم من زمان. ماشي، خليل باشا وسعادتي نفسنا نخلص منهم من زمان، بس سؤالي ايه مصلحتك في ده كله؟ انت ليه اتصرفت من نفسك وطلعت الإشاعة ونفذتها من غير ما تجيب لي سيرة؟ ها؟ كنت ناوي على ايه؟ يا سيدنا انت عارف ان التكية دي مش بتاعتهم اصلا، دول جم هربانين مع الليسي بعد كسرة عرابي ولبدوا فيها. كان في درويش قبلهم. ايوه، بس والد سعادتك لما سأل ابويا اكد له حقنا. وتصورتي بقى حسب كلام الاونطة بتاع ابوك واللي جابوك ان من حقك تتصرف كده من نفسك وتفضيها؟ طب وبعدين ما سألتش نفسك بعد كل ده ايه؟ طبعا ان التكية دي من حقنا. اخرس، هتستهبل عليا. طب الكذبة والكل شربها، عايزني اصدق الهبل اللي في دماغك؟ لا، ده مش هبل، دي سرقة. انت بتسرقني يا يعقوب، مش بس بتسرقني، بتخني. انا برضو اسعد الباشا، معقول؟ الحتة وكل اللي فيها ملكنا وبحجة شرعية ورسمي. بس بما اني سعادتك ظهرت اخيرا بعد ما انتهى كل شيء زي ما بيقول سعد بيه، تبقى تحضر نفسك لاستلامها. عايزها تتبخر تاني وكويس، وبعد كده بلغ سعد بيه استلمها ويشوف هو ناوي يستخدمها في ايه. أبا سعد بيه، الحقنا سعد بيه، الهانم الكبيرة تعبانة قوي. أنا سبب وخزرته مش يضايقه خاتي أبدا، علشان ده بيأثر على قلبه كتير. هي بتضايق نفسها، نعمل ايه؟ لا، في اللي بيضايقها. انا بيتهيألي نبعت نجيب شكرا، هي محتاجاها دلوقتي. ابعدت هو نايم في عالم، وخد جيبته الدواء دخله. خد يا عقوب، وصل الدكتور وجيب الدواء اللي كتبه بسرعه. بعد اذنك يا خالد، وصل انت الدكتور وبعت يوسف على المكتب. ابعته دلوقتي؟ وصل الدكتور ونفذ. احنا هنرحلهم امتى دول بقى؟ لازم بسرعة، الحكاية دي شكلها مش هيعدي على خير. معقولة لسه عادي؟ وفين الشيخ يا فندم زي ما سعادتك قمر؟ انا مرضتش اعمل مشكلة مع سعد بيه، هو حر بقى لو خد عدوى. قول لي يا عدلي، جنينة التكية ليها باب ورا؟ في هناك وردية يا فندم. طيب أنا عايزك تروح تبص بنفسك وتأكد على الوردية يا يسعد. آه.
كانت الرعب اللي عايز تخلص منه، وكانت الأمل في إنك تعرف أصلك، تعرف أنت مين. لكن هي رفضت تقول، والشيخ مات من غير ما ينطقها. حتى الراجل اللي افتكرت أيامي معاه في التكية ملحقتش أتكلم معاه. إيه اللي باقي قدامك؟ إيه معنى حياتك من غير أصل، من غير جذور؟ أنت متأكد يا عدلي إن اللي مسكوه خارج من باب التكية الوراني هو حجاب؟ أمال إيه اللي يخليه خطر كده إلا إذا كان هو أخو الليسي؟ طيب خليه عندك دلوقتي في الحجز لغاية ما أجي أستجوبه بنفسي. حاضر. وما تبلغش بحاجة دلوقتي. ألو؟ أيوه يا فندم. روح دلوقتي عدلي. تمام يا فندم. الخواجة برنار؟ أيوه يا فندم. زي ما حضرتك أمرت. واضح إن الدكتور عارف برضو. سعد بيه؟ إحنا تحت أمره. احنا اتأخرنا فعلا يا فندم علشان طلبه ويدفن الشيخ. حاضر حاضر يا فندم. هو الواد ده ورا الحكاية كلها ولا ايه؟ يا اهل الحارة يا اهل الحارة، الليلة عزا الشيخ الليسي بمعرفة الستة عساكر في صحن الرابع، والحاضر يعلن الغايب. تأمريني بأي حاجة تانية يا ست ورد؟ تسلم، يبقى خد الباب في ايدي. عناية. صباح الخير يا ورد. خلاص عساكر بقت واكلة دماغك ومشياك وراها. على الأقل عساكر ما بعتنيش بشوية جنيهات دهب يابا. انت مش فاهمة حاجة، انا عايز ابعدك عن هنا. ومين قالك ان انا عايز ابعد عن الناس اللي هنا؟ حتى لو نفسهم كانت لسه مكسور. انا اصلي بتكلم عن عثمان. عثمان؟ ايوه. مش ده اللي انت قلت بيبني لنا بيت جوه السرايا؟ ايوه، من عشان كده عايزك تمشي من هنا. لا انا مش فاهمه حاجه يابا. انا بضمنش الكلب ده. طب لو انت فعلا كنت خايف عليا زي ما بتقول كده كنا مشينا ورا رجالتك بدل ما رحت لعثمان وقعدت تترجاه. انا كان لازم ارتب نفسي، وعالي برضو حب يخدمنا بشويه الجنيهات الذهب بتوعه اللي احنا ما نعرفش جايبهم منين. لا هو ما سرقهمش، وبعدين انا خدت شيخ حراميري، هو كان هيساعدني ابقى شيخ حرام في مكان تاني. وانا التمن يابا؟ يعني هو ابن الجزار اللي هيقدر يحميكي من عثمان والايام السودة اللي جايه يا ورد. معرفة الست عساكر في صحن الرابع، والحاضر يعين الغايب. الولية دي مش هتجيبها بر. اه افطر بقى وروح للمأمور او للباشا عشان يقدروا يتصرفوا معاها. بمعرفة الست عساكر في صحن الرابع اهو. بعد اللاوعه اللي سقطوا علينا ليلة امبارح الاشارة واضحة. انت حجاب اللي هربان من ايام العربيين الفارين. في عفو صدر سعادتك عن اللي تحكمه، لكن انت كنت هربان ما تحكمتش. تحكم على ايه؟ هو في تهمه محدده؟ طب كنت مستخبي ليه في التكيه؟ ها، واللي كانوا بينزلوا من الجبل على التكيه كانوا جايين ليه؟ يتباركوا باخوك وخميس اللي قبضنا عليه. مش كان جاي لك يا حجاب؟ انا معرفش حد بالاسم ده. لا تعرف. لساك عايش في الدور القديم كأن عربي ما تهزمش ولسه بيحارب الإنجليز في التل الكبير. أنا زي كل مصري عارف كويس أو أن عربي انكسر وراح زمنه، بس حكاية الإنجليز دي لسه ما خلصتش معانا. أيوة كده انطق. أنا بتكلم عن شيء يخصني ويخص كل مصري، مش أنا لوحدي، كل مصري عارف الكلام ده كويس. ده لو عنده عقل وكرامة. يعني انا اللي مش مصري وخاين يا ابن ال... كلامك فيه اشاره من الداخليه.
خدوا ارميه مطرح مكانه. عسكري. تمام يا فندم. خدوا رجعوا الحجز. تمام. عرفوا منين ان في عزف شيخ التكية؟ هو عبدون على اتصال بالداخلية؟ لا طبعا، اكيد مخبرين هنا تبعها. يعني الداخلية متابعة اللي بيحصل هنا بالذات؟ يمكن عشان اللي في الجبل، او علشان عيون الباشا اللي بعتونا عشانه هو وابن اخته. بالمناسبة سمعت المنادي بيقول اسم اللي عاملة العزف شيخ التكية؟ دي صاحبة القهوة يا فندم. هي مش دي كانت ضمن اللي عاملين غاغة قدام التكية؟ هي وبنت عبدون. عدلي. ايوه. انا عايز عينيك تبقى على الميتم ده وعلى الولية صاحبة القهوة. انا حاسس ان الحكاية مش بعيد عن حجاب. ابعت جيب لي عبدون. طب واللي اسمه حجاب ده مش نرحله على الداخلية يحققوا معاه بمعرفتهم مدام يعني؟ ولما تطلع المصايب دي من هنا يبقى شكلي ايه؟ مش كفاية خميس اللي رحلناه قبل ما نخرج منه بحاجة؟ ده بقى لازم اطلع منه بنتيجة قبل ما رحله. ضروري يا عدلي. تمام يا فندم. ازاي ما تعرفش؟ عايزك فين؟ حجاب اتمسك. خايفة انه يدل علينا؟ اذا كان خميس اللي اتمسك قبل كده ما عملهاش يبقى حجاب هيعملها يا شاطر؟ انا مش بتكلم في كده، انا بتكلم في خروجه. حجاب لازم يخرج من النقطة بتاعت الحارة. ما بتهيأليش ان ده سهل. احنا غرقانين في منشورات لازم تتوزع، وبعدين في اخبار بتقول ان الحرب هتقف فلازم نتحرك بسرعة. خلاص اطلع الدراويش من الاسبيتاليا ويروحوا يهدوا النقطة ويخرجوه. دراويش مين يا خالة اللي طلعوه؟ مهما كان اللي هم فيه دلوقت قلبهم محروق على الشيخ الليزي وحجاب عشرة معاهم واخو الليزي. يمكن عزة تفند. عزت عرفت ان حجاب اتمسك؟ عرفت، وعارف انت جاي ايه دلوقتي يا ابو هلال. انا لسه من شويه سايب امين ابو يوسف اللي واخد بنت اخت سعد زغلول، واكتشفت ان في تنظيم تاني خالص ولازم نظبط نفسنا معاه. الوقت ضيق ومنشوراتنا هتتعرض الليله على سعد باشا. حجاب اخو الشيخ الليسي اهم من اي حاجه دلوقت، لازم يخرج ويحضر ميتم الليسي اللي اهل الحاره بينصبوه دلوقتي. وده برضه كلام جنوني وصعب. وهيتم، هيتم يا عزة افندي. لا يا سعدون، مش لازم تحضر الميتم ولا تظهر خالص. اسمع كلامي وافهمني بقى. ماله سعدون يا عساكر؟ مصمم يحضر الميتم. اهدى اهدى يا سعدون، كفاية غلطة مروحك عند سعد في السرايا. مع عبدون عارفة، وابن الحصري كمان شغال تبعه، وكمان في ناس لسه مصدقه ان اللي حصل وبا. يا ريت كان يقدر يتكلم وفهم ساعه. انسي سعد. سعد، دي اكبر صفقه توصل فيها في حياتي. كله بحسابه يا مارتين. انا مضطر امشي، انا هنا من امبارح. ست يا سيدي بعتالي مع المراسلة تهديد بالرفض. ربنا يخليها لك يا فندم. عدلي، انا عايزك تاخد بالك من حكاية الميتم اللي عاملينه ده. ها، ولا عايز تروح تعزي في شيخ التكية بتاعهم؟ الصبح بقى اجي فايق لسحجاب. تمام يا فندم. الف سلامة يا فندم. الف سلامة. انا يعني اللي قادر اصله بطولي. عسكري. تدخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. لا فض فوك يا مولانا. بقال حياتك البقى. شفت يا سعد بيه؟ الشيخ الليسي الطيب المحسن الطاهر مات، تلاقيه مات قدامك ويمكن على ايدك. الله يرحمه. واخوه يا سعد بيه؟ اخوه؟ اخوه حجاب كان جاي يطلع على اخوه بعد ما عرف بموته وقبضوا عليه. قبضوا عليه ليه؟ عشان في ظلم، مفيش رحمه، مفيش حاجه اتغيرت، كأن الفتوات لسه بينا وانت وعدتنا بالرحمه.
وعدتنا انك تساعد. ما تعطليش سعادة البي يا عساكر. شكر الله سعيكم يا سعد بي. شكرين اوي. بقى لله يا عم جد. بقى لله جميعا. عساكر البي شكله تعبان. سيبيه يروح. انا فعلا تعبان النهارده فعلا. طب افتكر حجاب وافتكر التكية ما كانش فيها وبا وانت شفت بنفسك. عساكر مع السلامة يا سعد بي. مع السلامة. معلش انا نسيت نفسي. انا نسيت نفسي. بس احنا يا عم جد لامتى هنفضل خايفين عليه من الحقيقه وهو مش خايف على حد؟ مسجون هرب. مسجون هرب؟ وايه اللي عمل فيك كده؟ وحضراتكم كنتوا فين؟ ما هو معظم القوه كانت دورات بره يا فندم. ومفيش دوريه للنقطه بره عسكري؟ ما خدونا على اخوانا يا فندم. طب يلا يا اخويا لمالي الموجودين بسرعه. يلا تمام يا فندم. ضرب لنا مثلا ولا شيء خلقا قال من شفتي ناس بتجري من هنا؟ حرامية دول يا شويش. شفتي ولا لأ؟ معاهم واحدة ست بعكاز. أيوة خدوا في وشهم من هنا على طول. جريوا من هنا دلوقتي. يلا طاهر خلي عينك على برا. لو شفت حد تشاورلي على طول. حاضر يا عساكر. انت اخو؟ ايوه حجابي يا عساكر. البقاء لله. لسه فيكم الخير يا ولاد المصر. مفيش اخبار عن الدرويش؟ نقلهم استبال يفرض الفرج بينا يا مولاي. لا استنوا حبه السكه لسه انا هشوف. مقسوم لنا نحضر ميتمك يا ليسي. سبقتني لابننا يا ليسي. انا ايه اللي لخبطني ووقفني قصاد ميتم الشيخ الليسي؟ انا راجع من سهرتي بالتوب اللي اخترته. توب برنار ومارتين والكولونيل. ليه اضعف تاني قصاد ناس ماليش صلة بيهم؟ انا لقيت والشيخ الليسي مات وهي رفضت تتكلم والحكاية خلصت. واخترت طريقي. طريق عثمان خليل. مين؟ أنا رجب يا بيه. ادخل يا رجب. ولع النور.
في حاجة يا رجب؟ الست هانم كانت موصياني أول ما تيجي حضرتك أجهز لك العشاء، بس حضرتك جيت وطلعت على طول حتى ما ردتش عليا. هي اتحسنت؟ الحقيقة أنا ما شفتهاش النهاردة، بس خدمتها هي اللي بلغتني. أنا اتعشيت بره يا رجب، ببلغها بالكلام ده بكرة الصبح. تصبح على خير سعادتك. اطفي النور يا رجب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا حبيبي يا ضنايا يا شهيد، حلمي يوم ما حصلك، حلمي يوم ما وصلك. لكن أبوك سبق، الليسي سبقني وراح لك وسابني في عذابي، سابني في عذابي. اطلب الرحمة لابنك هلال أبوه، ما تشد حيلك معانا أمال. محتاجينك يا أم هلال، محتاجيني رغم الوجيعة، جت وسط الخطر ونشلتني من العكس. ما هو هي دي أم هلال. كنت فاكر إن هي والليسي مختلفين. الليسي سلك طريق الروح للنجاة، وهي اختارت القوة. لكن دلوقتي لا، هلال جمع ما بينك وبين الليسي يا أم هلال. الفتحة لهلال والليسي وكل شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ظهر لي نامي. يا جماعة حضروا لنا رقمة، ما تقومي ناكلها سوا وبعدها نستريح. الليلة دي كانت صعبة قوي. لا مش هينفع وصيف، ورانا شغل ما يستناش. في منشورات لازم نعرضها الصبح على أمير أبو يوسف عشان نعرضها على سعد باشا. خش طلع السكاكين. اوعى تفتح يا واد يا طاهر. صباح الخير يا ورد، خير على الصبح. ويجي الخير منين بس والجراد مال الحار؟ انا لسه شايف عربيه انجليز خارجين من هنا، ده حتى شبانه هو سال. ايه يا شبانه؟ بس صحيح حكايه الانجليز دي ولا ايه؟ هو انت لسه ما عرفتش؟ دول بينصبوا معسكر هنا اهو. لا ايه معسكر بجد وحقيقي بتاع حرب يعني. يا رب ساترك، ايه اللي بيحصل في الحاره يا جدعان؟ الظهر الحاره مكتوب عليه نخلص من الافتوات يجي معسكر الحكومة، وبعده عسكر الإنجليز للحرب من هنا. افتح افتح يا طاهر، يمكن دول يطلعوا زباين عز أحسن من زباينك الفقر اللي بتصطبح بوشوشهم كل يوم. يا عم ملعون أبوها، إن شاء الله أجيب ضرافها، هما دول بيدفعوا لحد حاجة. على رأيك، يلا هات لي قولتين يا شبان. تحت أمرك استوار. عشان أكسرها في ورا اللي في بالي. أي. أهلاً، إزيك يا جزار؟ أهلاً خلف، عامل إيه وحشني والنعمة. ما تعرفنا على فند المصيبه دي ايه؟ انت قصدك العساكر الانجليز اللي جم هنا دول؟ لا يا اخوانا، ده شغل مش بتاعنا، ده شغل سياسه وحكومه، وما دام في حالنا يبقى خلاص. سلام عليكم. يكونش جابوا الجيش ده كله علشان اخو الليسي اللي هربت ام هلال امبارح.
يا عم وطي صوتك، ده الهوهو بتاعهم. تمام، مش مأمول بقى، ده انا راس كرومبا مسجون يهرب وانا مش عارف هرب ازاي، والصبح لقى الانجليز داخلين هنا الحاره من غير اي معلومه او حتى اشاره، واسال في الداخليه يقولوا لي هتعرف بعدين. هو في ايه بيحصل؟ شيخ الحاره يا فندم. صباح الخير جنابك. قول جود مورنينج، قولها بالانجليزي يا عبدون. ما خلاص جون بول دخل هنا الحاره وانا مش عارف. تقصد سعادتك عسكر الانجليز؟ هو الباشا كان قال لك حاجه عن الحكايه دي يا عبدون؟ ابدا، انا اتفاجئت بيهم داخلين على الخاله اللي جنبنا. رحت يا فندم، محدش عبرك طبعا. ما حاولتش ادخل او اتكلم، انا بس لقيتهم بينصبوا الخيم والمطبخ وخلافه، غير الوحصات كتير ومعدات ورش. ما شفتش فيهم اي رتبه كبيره؟ شفت بس ما. خلاص خلاص يا علي. عبدون انا عاوزك توصل للباشا واعمل انك بتبلغه وشوف عارف ايه عن الحكايه دي. وإذا طلع الباشا ما يعرفش حاجه بيه؟ تقصد ايه؟ ما انا لازم اعرف. لو الباشا هو اللي اتفق انا ماليش شأن، ارض بيملكها بحجه وهو حر. انا بقى ما اتحملش مسؤوليتهم وسط الحوش اللي هنا والقلق اللي بيحصل من الجبل وغيره. يا بيه سيبك من الحكايه دي خالص، في اللي يقلق اكتر منها. الناس عامله هيجان من ساعه اللي حصل للتكيه، ولقيوا بقى اللي يولعوها صاحبه القهوه وابن الجزار وبنتك يا اخويا. لا بنتي بقى، هم اللي جابوا رجلها، ودول بقى اللي لازم ننفق لهم سعادتك. انما الانجليز، دول الانجليز يعني يرسوا مطرح ما يحبوا. مين بقى اللي فتح لهم الباب؟ عثمان باشا ولا حد اكبر منه؟ مش مشكله، ما تشغلش بالك انت. كلام شيخ الحاره صح، ومش بعيد ان اللي بيتكلم عنهم دول لهم يد في موضوع حجاب اللي هرب. هو هرب؟ تفتكر هم اللي هربوه يا عبدون زي ما عدلي بيقول؟ افتكر ونص، والناس دي انا اقدر المها بس بشرط. شرط ايه يا سيدي؟ سعد بيه يشيل ايده عنهم خالص، عشان نعرف نتعامل معاهم ساعتها. تقدر؟ اديني فرصه وهتشوف يا ممتاز بيه. لساك عايز تلبس توبك القديمه عبدون؟ خلاص ما عادش ينفع. ما حدش عرف يربيهم غيري، وهم رجعوا رفعوا صوتهم ومدوا ايديهم لمجرمين الحكومه طلباهم. خلاص 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 يا عبدون، وصل لي اللي عايز تقوله. برضو اوصل للباشا وارجع لي. امرك بيه. اسمع يا عدلي، هروب المسجون ده هيكون عليه حساب الملكين، لكن خلينا دلوقتي في اللي نقدر نعمله. تفتح عينيك على الحاره ليل نهار ومنازل الجبل، وقبل ده كله حوالين المعسكر الانجليزي اللي ربنا بلاني بيه فوق البيعه. واضح؟ واضح يا فندم. كل ده حصل وانا قاعد هنا ومش داري؟ حضرتك خدت فكره مبدئيه عن مشروعاتنا. انت قلت لي عن مشروعاتنا يا سعد، ما قلتش عن دول اللي هيطبوا علينا زي القضى المستعجل. هيقول ايه المأمور لما يعرف ان محدش بلغني رسمي؟ هشغله ازاي؟ وده يتعمل له حساب يعني يا باشا؟ خلينا في الورش اللي هي الجزء المهم من اتفاقنا مع الخواجه برنار واللي تبعه من الجيش الانجليزي. والورش دي محتاجه جيش يجيبها؟ ده لمصلحتنا يا باشا. في حركه شغب ضد الانجليز الفتره دي، اغتيالات ومهاجمه لاماكنهم، وبعدين ده هيوفر علينا النقل يا باشا، لان كل المنتجات دي رايحه لصالح الجيش الانجليزي. ورش ايه دي بالظبط يا سعد؟ ملابس، خياطه، حديد، خراطه، تجهيزات من كله. والايدي العامله منين؟ الايدي العامله من هنا من الحر، من كل الاماكن في مصر القديمه. الناس مش لاقيين شغل ولا لاقيين ياكلوا يا سعاده الباشا. الحرب. ارد الاوراق على الباشا يوسف. شيخ الحاره طالب يقابل سعادتك يا باشا. بعد اذنك عليك يا باشا، يا ريت عبدون ما يعرفش اي حاجه عن المشروعات دي. وليه؟ كان سعد بيه بيقول اننا محتاجين ايدي عامله، يعني شيخ الحاره هيكون ليه دور. وكفايه لعبه القط والفار اللي بينك انت وابوك وبين عبدون، كلكم بتشتغلوا عندي ومحدش يعمل الا اللي مطلوب منه بس. دخل عبدون. امرك يا باشا. صباح
صباح الخير يا معالي الباشا. اهلا يا عبدون. اكيد جاي تقول لي الانجليز والمعسكر وانك انت اخر من يعلم، مش كده؟ لا، ده المأمور بس هو اللي مش فاهم وعايز يفهم. هيفهم ايه المطلوب منه؟ والحاره كلها هتفهم كل اللي شافته. انا هشغلهم في ورش الانجليز دول.